بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن التحكم الآلي في مستعرض الويب مايكروسوفت إيدج، أي مايكروسوفت إيدج ويب براوزر أوتوميشن. قبل البدء في كتابة الكود يجب تثبيت مكتبة سيلينيوم. نفتح نافذة التيرمينال ونكتب الأمر التالي: pip install selenium، ونضغط مفتاح الدخل انتر. اعطاني هنا requirement already satisfied، اي ان تم تركيب هذه المكتبة سابقا. نغلق نافذة التيرمينال ونفتح الرابط التالي من خلال مستعرض الويب لانزال الويب درايفر الخاص بمايكروسوفت ايدج. بننسخ هذا الرابط، بنعمل كليك يمين وبعدين كوبي، وبنفتح مستعرض الويب عندك و تضغط هنا كليك يمين وبيست اند جو. يفتح لي الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت، وهذه الصفحة خاصة بالمايكروسوفت ايدج درايفر، اي مشغل مستعرض الويب مايكروسوفت ايدج. وبتختار من هنا الرابط على حسب نظام التشغيل عندك، اذا كانت نواة التشغيل عندك x86 ام x64 او ماك او لينكس حسب نظام التشغيل. وهنا اصدارات مختلفة من مايكروسوفت ايدج، بتختار على حسب المايكروسوفت ايدج عايز تشتغل عليه. بعد كده بينزل لك الملف التالي في عندك في الداونلودز. بتاخده من الداونلودز، بتلاقي ملف اسمه MSE Edge اللي هو مايكروسوفت ايدج درايفر. وامتداد هذا الملف لازم نعرف الامتداد، بتاخد هنا Properties، امتداد الملف .exe، واسم الملف مايكروسوفت ايدج درايفر .exe امتداده. حجم الملف 14.5 ميجا بايت، ملف صغير. بعد كده بتضعه في الفولدر الخاص بالمشروع، وانا عندي الفولدر الحالي اسمه بايثون بروجكت، بضعه هنا لكي استخدمه في الكود. بعد كده بتتجه الى محرر الاكواد بايثون تشارم اديتور وتكتب الكود التالي. في السطر الاول بنكتب from selenium import web driver. في السطر الثاني بكتب import python orthographical user interface. افتح متغير driver يساوي web driver dot edge، وبين brackets بنكتب ms edge driver dot exe اللي هو الملف اللي انا منزله حالا. بعد كده بستخدم driver dot get. افتح لي الموقع التالي، موقع google.com. في السطر اللي بعده بكتب عبارة يبحث عنها، فبكتب python orthographical user interface dot typewrite. اكتب لي how to automate microsoft edge web browser. في السطر السادس اكتب هنا python orthographical user interface dot press enter. اضغط لي مفتاح enter. طبعا هيعمل الخطوات دي اوتوماتيك برمجيا بدون تدخل العنصر البشري. كليك ران، ننتظر. فتح لي مايكروسوفت ايدج ويب براوزر، وبعدين فتح موقع جوجل سيرش درايف، وكتب هنا في مربع السيرش هاو تو ميت مايكروسوفت ايدج براوزر، واظهر لي هنا اللينكات الخاصه بسؤال البحث، وممكن استكمل بعد ذلك خطوات الاوتوميشن على حسب المشروع اللي هستخدمه في الاوتوميشن. هذه الحلقة تعتبر مجرد مثال بسيط على استخدام الاوتوميشن مع مستعرض الويب مايكروسوفت ايدج. باستخدام هذه الاكواد البسيطة جدا والسهلة جدا، وان شاء الله ساضع لك نسخة من هذه الاكواد في صندوق الوصف الخاص بالفيديو او اسفل الفيديو لكي تقوم بالتدريب عليها إن شاء الله، حتى يتأثر لك فيما بعد استخدام هذه الجزئية في مشاريع أكبر خاصة بالأوتوميشن إن كنت هتستخدم مايكروسوفت إيدج أو أي مستعرض آخر. نفس الخطوات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.